في إعادة لهيكلة وتشكيل مجلس الوزراء السعودي، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصب رئيس وزراء المملكة. وبحسب هذا الأمر الملكي، تضمن تشكيل مجلس الوزراء أمرا ملكيا بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، فيما أبقى التشكيل الجديد على الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة والأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية، بالإضافة إلى الإبقاء على وزراء الاستثمار والمالية والحج ووزراء آخرين في مناصبهم. بدوره أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية إلى 50% بقيادة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان. جاء ذلك خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع في جدة، حيث التقى قيادات ومسؤولي الوزارة وأشاد بما حققته من إنجازات، أبرزها ارتفاع الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2 إلى 15%. اليوم جاي أودعكم كوزير دفاع، لكن القلوب والبال بيكون معكم طول الوقت. في الفترة الماضية انطلق برنامج تطوير وزارة الدفاع، وقطعنا فيه شوط كبير للغاية، وأيضا في الصناعات العسكرية ارتفعت الاكتفاء الذاتي الداخلي من 2% إلى 15%. إن شاء الله بعمل الأمير خالد وبعملكم معه نصل إلى 50%، وأداء الوزارة وعملها وكل الجوانب في الوزارة الحمد لله يعني وصلت إلى مرحلة مرضية، لكن الأمل إن شاء الله بقيادة الأمير خالد وبعملكم معه وتعاونكم معه نصل لآفاق أوسع، ودائما بنكون قريبين، ويعني والوزارة دائما تكون يعني لها محل خاص في عندي شخصيا بحكم الفترة اللي عملت فيها في السنين الماضية في وزارة الدفاع. فموفقين إن شاء الله، والأمير خالد يسد اللزوم، وإن شاء الله بيقوم بدور مستمر لما قامت فيه وزارة الدفاع في السابق، بيعونكم إن شاء الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. نال درجة القانون من جامعة الملك سعود بالرياض، وبدأ مسيرته السياسية منذ العام 2007 إلى أن عين رسميا رئيسا لمجلس الوزراء السعودي، صنفته كبرى المجلات الدولية بأنه أحد أقوى الشخصيات تأثيرا من حول العالم. التقرير التالي يسرد مسيرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متابعة.